مرحبا برج الحوت، أهلا فيكم في قراءتك العاطفية. القراءة راح تنطبق على الطالع والشمسي وأيضا القمري، وأسويها هالمرة بأسلوب المرايا. أنت على هاي الجانب أو الحبيب والشريك على الجانب المقابل، ولكن إذا حسيت أن القراءة عكسية فأعكسها وخذ الجانب اللي تحسه يناسبك. راح أبتدي بجانبك يا برج الحوت. هذا كرتك وطالع فيه الطاقة العامة، وهذه هي الطاقة الفرعية للفترة القادمة. خلينا نشوف جانب الشريك. الطاقة العامة للشريك والطاقة الفرعية، وشلون طاقته تقابل طاقتك، وشنو راح يعني هالشي لعلاقتكم. مثل ما شفت أول كرت انقلب هو كرتك الخاص برج الحوت. لما نشوف كرتك الخاص يطلع على جانبك من القراءة، معناته يدل على أشياء كثيرة إيجابية. معناته برج الحوت أصبح مدرك لحقيقته، أصبح يدرك شنو اللي يستحقه، شنو اللي راح يقبله في حياته وشنو اللي ما راح يقبله. هذا الكرت لما يطلع عندك ينم عن نضوج، لأن كرتك الخاص. وإذا كان في أي غموض يحيط فيك أو أي أسرار أنت تحاول أنه مو الكل يعرفها عنك أول بأول، فهو متعمد وراء حكمة، وراء استراتيجية أنت قاعد ترسمها. خلينا نشوف الشريك. الصبر، كأنما في أمور أنت طاقة شوي ممتعة، وفي أمور أنت مو مستعد لحد الآن أن تخبر عنها الشريك. أمور خاصة بالبيت مثلا، بعلاقاتك مع الأصدقاء، فيها خصوصية شوي، وأخبار ما تبي الخبر ينتشر. شريكك متفهم. عندنا كرت برج القوس التمبرنس أو التعادل والتوازن، مستعد إنه ينتظر، مو مثل باقي الناس. فكأنما هني الرسالة لك إن شريكك مو هو الشخص اللي لازم تقلق بخصوصه، لأنه مو هو الشخص اللي ينشر أخبارك. نعم، من حقك إن تخفي أخبارك ونفسك عن الناس اللي ما يستحقونك، عن الناس اللي خذلوك، ولكن شريكك في الفترة القادمة لو هو مثلا أخطأ، عنده كرت يقول مستعد إنه ينتظر لحد ما أنت تكون مستعد عشان تتكلم معاه بموضوع معين أو تتواجه معاه وتحطون النقط على الحروف. مو مستعجل شريكك، ومتفهم، طاقة التفهم والتقبل التام. جميلة الطاقة، ولكن كأنما أنت هني في غموضك ابتعدت عن كل الناس أو فقدت الثقة بأغلب المحيط، مو فقط بالشريك، فعشان تذي صايرة ردة فعلك عامة، ومن ضمنهم الشريك. خلينا نشوف طاقتك الفرعية. الكوب الصغير، لحد الآن يا برج الحوت الطريق إلى قلبك هو بالمعاملة اللطيفة. هذا هو الطريق إلى قلبك، يعني أنت لا تطلب الكثير فعلا، لا من هذا الشخص ولا من الآخرين. لحد الآن كلمة بسيطة، ضحكة، أسلوب جميل، هو اللي يقدر. هذا هو السر اللي أنت تخفيه عن الشريك، اللي هو ما يعرفه لحد الآن. في هاي الكرت توازن قاعد يحاول يكتشفه، يحاول يكتشف ما هو الطريق إلى قلبك. الأسلوب اللطيف، الأسلوب المضحك، الأسلوب الممتع، الطيبة والمعاملة. خلنا نشوف الساحر. الساحر طاقة برج الدلو، عندنا هنا أيضا برج الحوت. شريكك يأخذ الأمور بشكل جدا جاد فوق ما تتصور. أنت تعطيه إشارات أو طعم، تريد أن تعطيه طعم عشان يعرف الطريق، تدل على الطريق. في مساعدات تحاول تغششه أو تعلمه على الطريقة، ولكن هو لأنه ماخذ الطاقة بحماس كبير وماخذنها بطريقة جادة، حيث أن أنا ظاهري نعم أنتظر، ولكن فعلا هو مجرد يعني أنت ما قفلت الباب، أنت مجرد أغلقت باب معين. شريكك أخذ الموضوع بشكل جدا جاد، يحسب أن أنت أغلقت الباب وقفلته بألف قفل ورائك. عشان كذي يبي يعطي الموضوع فترة، هو هني يطلب الانتظار، يريد تايم اوت او وقت مستقطع عشان يحط الموضوع كله تحت المجهر. ولكن اللي اشوف انه ما يستدعي، ترى من جانب شريكك هو ماخذ ردة فعل رسمية
أكثر من اللازم. هذا كرت برج الدلو. خلنا نشوف، راح يكتشف ما هو الطريق إلى قلبك وأفضل أسلوب وأسهل أسلوب. أنت قاعد تراوي أسهل أسلوب، هو قاعد يختار الطريق الصعب، طريق التحدث بلغة العقل. فارس السيوف، أنت راح تحاول أن تفهمه بلغة الخاصة. قلت لك قاعد تتعامل مع شخص هوائي، ميزان جوزاء دلو، راح تحاول أن توصل للرسالة بما أن عندك فارس وهاي الفارس حامل كتاب. توصل للرسالة بالأسلوب اللي هو يفهمه، هذا هي الرسالة لك، هذا هي النصيحة لك من التارو. دام أنه هو ما فهم لغة الكلام المعسول والإعجاب والمبادرات اللطيفة، كلمة باللغة اللي يفهمها، لغة الوضوح. لغة السيوف هي اللغة الواضحة، لغة أريد أن أكلمك في موضوع، 1 2 3 من التصرفات مو عاجبتني، 1 2 3 من التصرفات عاجبتني. أنا مستعد أمشي معاك في هاي المرحلة، هل أنت مستعد تمشي معاي في المرحلة؟ محتاج الوضوح شريكك، لأنه قاعد تتكلم معاه لغة يحاول بس مو متعود أنه يتكلمها. أنا عندنا هني طاقة المياه، هو أقرب شيء بالنسبة لطاقة المياه شريكك طاقة النار، طاقة برج القوس. تظل في النهاية وإن كان فيها مياه طاقة نار، ما يعرف كأنما تعود على الجفاف والرسمية. فأنت حاول إذا ما قدرت تلينة، حاول تتكلم معاه بأسلوب العقل. انزل خلنا نشوف ما الذي يقابل فارس السيوف. 9 الأغصان، وايد تعود لفترة طويلة على أسلوب معين شريكك، تعود على الرسميات، تعود على الأسلوب الجاف أو حتى الخذلان، لذلك ما يستطيع أن يثق بالناس بسرعة على طول. من أنت تكلم، هذه طاقة برج الحوت، لما يكون سعيد يكلم الناس بأسلوب لطيف، يكلم الناس بأسلوب حبوب، هذا الشخص على طول شريكك يحلل الموضوع أن مثلا أنت لك مصلحة معاي أو أحد يريد أن يتمصلح وراءه. لماذا؟ لأن هذا تعلم أو مر بمواقف علمته أن دائما الأشخاص لما يكلمونك بأسلوب لطيف معناته يريدون من ورائك مقابل. نعم، أوقات كثيرة يكلمونك بأسلوب لطيف عشان يفتحون معاك موضوع آخر، فعشان كذي حاط شريكك هذا الجدار، هذا الجدار بينه وبين الكل، أن لا أريد كلام لطيف ولا أريد معاملة لطيفة، لأن كلكم تبون شيء مني، كلكم محتاجين شيء مني، لأن أنا الساحر، أنا الشخص اللي أقدر أسوي المستحيل. احتمال أن شريكك يملك حرفة معينة أو مهارة جدا صعب أن تلاقيها في بلد أو في مجتمع، متميز فتعود على استغلال الناس له من سن صغير، فلما حين أتاك على سن ناضج طبيعي أنه يظل يفكر هذا التفكير السيء عن الكل. ولكن مهمتك أنت أن تكون فارس الفتح، هذا الفارس الفرسان يفتحون منطقة جديدة. شلون تفتح معاه؟ لا تكلمه بلغة الكلام اللطيف في الفترة القادمة، كلمه بلغة العقل. أوكي مثلا لو أنا أريد أتمصلح من وراك، شلون مثلا راح أتمصلح من وراك؟ أموال؟ لا أريد أموال، سكر علي البيبان، اغلق الثغرات اللي بينك وبينه. أتمصلح من وراك مثلا بسبب المنصب؟ أنا منصبي أراه في عيني أفضل من منصبك مثلا. حاول أن تغلق الوساوس اللي عند هذا الشخص، لأنه قاعد أشوف خلف هاي المظهر الرسمي إنسان جدا طيب تم استغلاله على مدى سنين طويلة، لذلك عنده هاي ردة الفعل. عندك أيضا طاقة النار، أميرة الأغصان الصغيرة، مقابلها ملك النار. أوكي، تحتاج شيء أو مهارة أخرى مع هاي الشخص، مهارة الانصياع، ولكن مو الانصياع الحقيقي، لا، تمثيل الانصياع، تمثيل ترفع الراية البيضاء، ولكن ترفعها بنية طيبة، ما ترفعها عشان فعلا تكون ذليل عند أحد، لا، تسمح لشريكك أنه هو يكون ملك النار. هذا الشخص يحب أن يدير المشاريع ويخطط، مثلا يخطط لرحلة، لزواج، يقسم المهمات، يحبه هو يقوم هاي المهمة، عطى الحرية أنه هو يقوم بهاي المهمة في أمور هو متمكن فيها. عندنا طاقة الحمل، القوس،
الحمل القوس والأسد هني، وطاقة برج الدلو القوس تكرر مرتين هني عندك. هني الغصن الصغير معناته أنا أسمح لك أنك تقوم بهذا الدور الكبير، مو لأني فاقد القدرة ولكن لأن أنت تحب تقوم بهاي الدور. هذا الشخص راح أعطيك له مفاتيح. مفتاح الأول أن تكلمه بلغة العقل مثل ما قلت لك لغة السيوف. المفتاح الثاني أن تخليه يقوم بالمهمات الصعبة، أو حتى تخليه هو اللي يبادر، تعطيه حرية الإنجاز. يعني حتى لو أنت هني كأنما مو محتاج لمساعدته، دائما أطلب مساعدته. شلون أنزل البرنامج الفلاني؟ شلون أحمي مثلا كمبيوتري من الفيروسات؟ شلون أذهب إلى المكان الفلاني بأسرع طريقة؟ هذا الشخص عشان يثق فيك دائما اذهب له من أجل النصح، ودائما اتبع معاه أسلوب أنا أحتاج مساعدتك، أنا أثق بنصحك وأرشادك. راح تشوف منه نتائج مبهرة إذا اتبعت معاه هذا الأسلوب. قلت لك متعود على طاقة النار والهواء. خلنا نشوف شلون الأمور راح تمشي معاكم إلى نهاية الشهر، شلون راح توصل الأمور. أوكي، هاي الكرت لك. خلنا نشوف شريك برج الدلو، سوري برج الحوت. هذا كرت شريفة برج الدلو. خلال نهاية الشهر ناديتك برج الدلو مرة أخرى، سوري برج الحوت. يمكن أنك تتعامل مع برج الدلو أو في تدخل من برج الدلو في الطاقة. عندنا هنا كرت البرج، هذا كرت برج العقرب. سقوط البرج بالضبط، تغيير شامل في أسلوبك مع هاي الشخص. وإن كان هني تحاول تكتشف أفضل أسلوب عشان تحصل على النتائج مع هاي الشريك، لازم محتاج إلى تغيير شامل. سقوط البرج اختلاف 1,000,000% في وجهة نظرك بخصوصه. لازم حان الوقت أن أنت تتبع أسلوب جديد. يسقط البرج تصير عندنا أرض جديدة مستعدين أو نقدر نبني فيها بناء جديد. لازم تغير تغيير شامل في أسلوبك معه مثل ما نصحتك. ثمانية الأكواب راح تساعده أنه يرى الأمور من منظور مختلف، راح تساعده أنه يرحل عن ثمان الأكواب هني، تساعده يرحل عن مخاوفه. عندنا أيضا طاقة الأكواب هي طاقة الحوت السرطان وأيضا العقرب، هذا كارت برج العقرب. تساعده أنه يرحل عن أمور، عن تجارب مر فيها بالماضي ولحد الآن متعلق فيها، متعلق بالتجربة نفسها، وقعها النفسي عليه، الأثر النفسي لحد الآن موجود عند شريكك. باستعمالك هاي الأسلوب اللي نصحتك فيه راح تساعده أنه يرحل نفسيا وفعليا حتى عن هاي الطاقة. عزيزي برج الحوت، هذه كانت قراءتك العاطفية لمنتصف شهر يونيو. أتمنى لكم كل التوفيق. انتظروني في القراءة العامة لشهر يوليو وهو شهر 7. أشوفكم على خير، مع السلامة.